أهلا وسهلا من جديد مشاهدينا، ولكل مكان محمول الثقافي. يهود السودان باختلاف تنوعنا وسحناتنا وكمان لهجاتنا ممثل إنسان السودان الواحد، ولا شك أن عملية البناء تبدأ من الإنسان نفسه. بعد هذه الثورة الظافرة كثير جدا من المبادرات اللي نشطت في الفترة الأخيرة لخدمة إنسان السودان، خدمة أيضا المناطق المختلفة في ولايات السودان. توحلت المبادرات، لكن الهم الكبير أن يتم خدمة أي منطقة من قبل الشباب اللي هم سكان هذه المناطق. سعداء أن يكون معنا صباحا للحديث أكثر عن منطقة عديد البشاكرة مع أستاذ أبو بكر عبد الوهاب الماحي ورئيس هذه المجموعة، مجموعة شباب البشاكرة، شباب من أجل عديد البشاكرة. أهلا وسهلا، صباح الخير. مرحبا بكم، صباح الشروق. نحن سعيدين جدا لإتاحة هذه الفرصة، ونتمنى أن نوفق في تقديم مادة شبابية تحكس المبادرات الشبابية المجتمعية وتكون دروس مستفادة لتحريك الشباب في بقاع ربع البلاد. مرحبا بكم. مرحبا بك مرة ثانية. يعني في كثير من المبادرات والمجموعات احنا استضفناها في صباح الشروق، هي مجموعات من المواطنين والأهالي بيجتهدوا انه يخدموا مناطقهم يعني في قطاعات مختلفة. انتم من 2005، من شهر يناير 2005 بدأت هذه المبادرة او هذه المجموعة انها تقدم خدمات لمنطقة عديد البشاقرة. خلينا اول شيء نتعرف على يعني جرس البداية كده، الضرب منه عشان الشباب كلهم يتلموا ويقررون والله عديد البشاقرة محتاجة لشبابها. طيب مرحبا بكم مرة أخرى. جرس البداية زي ما قلنا 2/1/2015 اللي هي الحمد لله رب العالمين لنا شرف بأنه أن تنطلق هذه المجموعة من مسجد عديد البشاقرة العتيق. هذا المسجد العتيق يعني مجموعة من الشباب يجلسون دبر كل صلاة فيتناقشون في أمور من ضمن الأمور. الحمد لله قلنا يا جماعة نحن ما نعمل مجموعة تخدم البلد من خلال الطاقة الشبابية الموجودة في الحلة. فالحمد لله يعني المسجد العتيق بدأت المبادرة الشبابية في تقديم الخدمة، وبدأنا بالخدمات الصحية فكأول ضربة بداية لنا في مجموعة الشباب ضربة حملات النظافة. لاحظنا من خلال تيواننا في الحلة بأنه قرية عديد البشاقرة بأنه هنالك نفايات موجودة متراكمة في الحلة، فقلنا إحنا عمل طوالي ضربة البداية في حملات النظافة. الحمد لله بدأنا 2/1 والحد اللحظة إلا بس بعمل الخريف بتوقف الحملات، لكن الحمد لله في استمرارية تامة في مشروع حملة النظافة. جميل. نحن هنتكلم عن المشاريع اللي تمت في عديد البشاقرة، لكن خلينا نمشي حتة حتة كذا. وبما أنك ذكرت الانطلاقة كانت من المسجد العتيق، ودي همة كبيرة ذات أن الناس تلاقى في بيوت الرحمن وتدارس وبرضه تشوف أحواله وحوال البلد كمان، فعايزين نشوف شكل التنسيق اللي بيتم ما بين الشباب والأجيال اللي سبقتهم يعني من آبانا وايضا جدودنا طبعا في السن، شكل التنسيق بيتم كيف وتوزيع المهام والادوار؟ طيب هو زي ما قلت نحن ما نحن الا امتداد لاجيال فاتت، يعني الحمد لله نحن مبادرات بنقوم بها بنشوف ابواتنا وجدودنا بيعملوها. فنحن عشان نكون في تنسيق تام عندنا ما يسمى بالملتقى الشبابي لغريده البشاقرة. الملتقى الشبابي ده بيو كل الاهالي على سن في النهايه، وطبعا موضوع الكوميونتي بارتيسيبيشن المشاركه المجتمعيه، وإذن أني بروجك لو ما دخلت المجتمع كشريك لك أنت فاشل، المشروع ما حيمشي يعني. المشروع ما حيمشي. فبالتالي من خلال الملتقات الشبابية وطرح الأفكار والنشاطات اللي تقدر تعملها في الحلة بتكون أمام ملأ من الناس، فبالتالي كسب الآراء بيكون المجتمع راضي عنك وما بيكون في موفمنت معارضة على سبيل النهاية إذا عملته كده ولا سويته كده. فمن خلال الملتقى الشبابي الأهالي كلهم بيجوا بجدودنا أبواتنا أخواننا بدون آرائنا في النهاية، ده بخلي الناس كلها راضية عن الناس بتفكر مع بعض. وطبعا التشاركية دي هي صح. الفكرة الأساسية القائمة عليها الحياة يعني أسلوب الإدارة الحديث طبعا بس. وجودنا في هذه الأرض. نحن في مجموعة من الصور مع الزملاء في الكنترول لو عرضوها لنا عشان نتعرف برضو على جانب من المشاريع اللي انتم عملتوها، ذكرت لنا عدد من القطاعات التعليم والصحة والبيئة. طيب لو سمحت لي لو بدينا بالشعار الشعار بالمناسبة الحمد لله يعني معظم أعضاء مجموعة الشباب من أجل العديد مجموعة متعلمة. فالحمد لله بتصميم من عضو المجموعة بالحليم عبد الله الأنصاري، هذا التصميم يعني مبدع فيه بأنه قلم باتجاه كوريك باتجاه شباب شلل من النص، طبقة متعلمة بالقلم بعد التعليم القلم يدوي ما سوف نعمله أرضا الكوريك يكون في مرحلة التنفيذ. فهذا تعبير والشرح لهذا الشعار بنعتبره بأنه فخر لنا ومعبر جدا جدا للشباب كله شايلين العمل الكوريك تدوين بالقلم. طيب نشوف المشاريع. شوف الصورة الثانية. المشاريع اللي اشتغلتوا طيب عليها في الصحة والتعليم أيوة. والبيئة. طيب إذا كان بدينا هو طبعا دعنا نلجأ لأهداف المجموعة.
الهدف اللي قامت به مجموعة شمرة العديد، اولا عندنا ذا البشاقر، اولا ثانيا ثالثا رابعا ويتا الى ما لا نهايه. حتى بعد ذلك بنجي بالاهتمام النواحي الصحيه التعليميه الثقافيه الاجتماعيه، فوزن اني اسبكت من النواحي دي عندنا شغل فيها. الاهتمام بالسلوك البشري الراغي وخلق علاقات قويه جدا جدا بين الشباب. فاذا كان نحن جينا مسكنا في الجوانب الصحيه بنلقى بانه اولى ضباطنا في حملات النظافه، والنظافه دي بصفه دوريه يعني كل ما اسبوعين. هنالك حالة اضطرارية بنعمل فيها ما يسمى باليوم الوطني للنظافة. اليوم الوطني للنظافة ده تقريبا نقل النفايات، ايوه دي صورة لمرور عربة خلال الشوارع، دي بتيجي كل ما 15 يوم. زي ما قلت لك هناك النفايات بتكون مكثفة مثلا بالاعياد. اسر نحن السبت الفات ده كان عندنا ما يسمى باليوم الوطني للنظافة، اللي هو ده كان فيه تحريك للمجتمع بكل فئاته من طلبة وامهات، حملة كبيرة يعني، حملة كبيرة اللي هو لإزالة مخلفات الخريف. في مخلفات نفايات عالقة في الشوارع، فبالتالي الحمد لله بدينا بضربة البداية من في المدارس. طيب الصورة دي مناسبة لغافلة صحية جات من جامعة النيلين، دي برضه من الجوانب الصحية اللي بتنفذ المشروع. الصورة دي يعني ناس جامعة النيلين جو من هناك على سنة حصل اويرنس في جمع النفايات، فالحمد لله صادف العربية دي مرة، وعلى سنة في النهاية بدل يعني ورونا نحن وريناه هذا كيس ستدي بأنه كيف أهل مجموعة الشباب بيهتموا بيس في، فدي صورة معبرة جدا. برضه من الجوانب الصحية الدكتور عبد العزيز بمناسبة يعني هن في البشاقرة يعني بيقولوا بأنه شاطر وهو عيادته في أم درمان، فالأهالي بالمفهوم بتاعهم بأنه ما في علاج إلا في الدكتور عبد العزيز، كان كل يوم بيجي بوكس من البشاقرة يمشي العيادة في أم درمان، فاهتمت مجموعة الشباب بأنه الدكتور تجيبه العديد كلهم 15 يوم، والحمد لله يعني العيادات متواصله بدل الناس كلها تصحى في خرطوم، الدكتور كل اسبوعين بيكون موجود كل ما 15 يوم ثلاثة اسابيع وفقا لظروفه. دي برضه من انجازاتنا في النواحي الصحيه. طيب جميل، تفضل لو كان في انجازات اخرى. ايوه في التعليميه طبعا الاهتمام بالمدارس، البناء السور اذا كان مرات الحيط مرة الجدران، في كم مدرسه في المنطقه؟ في الحمد لله العديد كلها عندها البيزك نيدز الاحتياجات الاساسيه كلها، اساس ثانوي اساس ثانوي الاساس بنات اولاد ثانوي مركز صحي المستشفى على المشارف، يعني الحمد لله بنملك الاحتياجات الاساسيه كلها في هذه البشاقرة. اها وده بيحتاج لبن مصور. لو جينا لجانب اخر، ذكرت انت اصحاح البيئه الشباب وتضافر يعني الجهد الشعبي في المنطقه هم اللي بيقوموا بعمليه اصحاح البيئه، وخصصت يوم وطن ودي بادره طيبه منكم تنطلق لكل ولايات السودان، لكن لو تكلمنا عن توزيع الادوار داخل كل منزل، يعني انه عمليه البناء بتبدا من الانسان نفسه، الانسان بيكون مؤثر للشخص الاخر، فكيف اي واحد حتى الشباب حتى الطلبه في المدارس بتوزع لهم مهام ما يجوا كلهم في يوم واحد عشان ينظفوا، بل كل يوم تستمر العمليه يعني. اي هو بالمناسبه زي ما قلت يتم تنسيق، بالمناسبه يعني اذا كان احنا مشينا المدارس يعني هسه بالنسبه لليوم الوطني مشينا المدارس ودخلنا فصلا فصلا من خلال الاويرنس اللي قدمناه، بانه هنالك يوم نظيفي ويوم وطني والناس تهتم وتطلع، بل حفظنا الطلبه على اساس انه بنلقى شارع بيتهم نظيف، هنالك حوافز من مجموعه الشباب تجاههم، فالحمد لله يعمل يوم السبت حتى الامر تعدى بعد ما الناس يعني النفايات العالقه في الشوارع والطالبات تكون في الشوارع، بل تعدى الامر الى الشوارع، فكانت الحله في اسهى جمالها. ده بالنسبه كان لليوم الوطني، كان هو اصلا تو سيشنز، الفتره الاولى اللي هو حمله النظافه وحمل النفايات خارجيا عندنا مكب النفايات، المرحله الثانيه اللي مرحله الرش الضبابي بعد ما تم نقل النفايات، مساء تم الرش الضبابي، ومن هنا بشكر اخونا الازعر قام بتوفير الماكينات للرش الضبابي، والحمد لله في هذا اليوم العديد نامت مطمئنه بدون بعوض بدون اي حاجه بدون بعوض وناموس الحمد لله. يعني لما نتحدث عن المناطق البعيده من المراكز او البعيده من العاصمه بيكون عندها احتياجات كثيره، انت يعني قبل شوي ذكرت انه على مستوى الصحه والتعليم يعني اموركم كويسه مرتبه يعني الحمد لله ما فيها اشكالات، لكن برضه بتبقى واحده من الاشكالات اللي بتقيف امام الشباب في كثير من المناطق التوظيف يعني، وانه تتخلق او تتوجد مشاريع او تتوجد وظائف لهؤلاء الشباب، فهل عندكم فكره مستقبليه في الموضوع ده، او هل بديتوا فعلا مشروع فيما يخص توظيف الشباب سواء في مشاريع زراعيه مشاريع صناعيه او غيرها من انواع المشاريع يعني؟ والله الحمد لله رب العالمين، يعني شباب البشاقرة الشباب طموح، يعني شباب ما شباب زي ما بيقولوا بيجلسوا خلف الضلال، ما منتظرين الفرص تجي، لكن اي شباب متحرك ان شاء الله. فعندنا في الفيوتشر اوت لوك كامينج على سنه في النهايه يحصل توظيف، ونحاول نساعد الناس دارين توظيف في خلق وظائف
للايام القادمه ان شاء الله. طيب في الخطه القادمه. طيب جميل، نتكلم عن التنسيق ايضا ما بين المغتربين، يعني هم لهم الجهد الكبير جدا في توفير كل المعينات اللي بتكون بالجهد الكبير يعني، فالتنسيق كيف بيتم ما بيناتهم من اجل يعني جلب الاموال من الخارج ومن اجل تنميه المنطقه مباشره وادخالها في المشاريع؟ طيب الحمد لله رب العالمين، يعني هنالك رابطه مغتربين عدد البشاكر بالخارج، يعني الحمد لله ربنا انعم علينا رابطه قويه جدا جدا بتقوم بالدعم ومساندتنا. نحن في مجموعه الشباب، في المجموعه بتاعت السوشيال ميديا عندنا مجموعه على سن، في النهايه في عدد من المغتربين بيتم يعني اختراع النشاط المفترض يتعمل. وطبعا نحن يعني في حاجات هوك بتيجي مباشره، يعني انت ما بتكون خدتها في الحسبان، لكن فجاه كده اضطرب ان العدد محتاجه لحاجه معينه، فبالتالي يتم طرحها في المجموعه وفق كوستنج معين وتكلفه، التكلفه دي طوال يعني الحمد لله ما عندنا مساهمات دوريه، وانما المساهمات بتجي وفقا للمشروع المعين والتكلفه المعينه. فمتى ما طرح النشاط في مجموعه الناس كلها بتتم مساهماتها، والمغتربين له دور كبير بالمناسبه، يعني الحمد لله رب العالمين زي ما قلت لكم رابط من هنا بشكر رابطه بانه وقوفه معانا وتوفير الدعم اللازم لكل مشاريعنا في غرد عيد البشاير. انت زي ما ذكرت انه المشاريع دي قد ما تكون يعني حسب الدراسات او حسب الحوجه، لكن برضه في مشاريع وفي افكار بتكون موسميه، يعني في مشاريع مرتبطه برمضان، مشاريع مرتبطه بالاضحى، مشاريع مرتبطه بالشتاء، توفير سله الشتاء او الكساء برضه للمحتاجين والفقراء وكذا. النوع ده من المشاريع الموسميه انتم كيف برضه بتشتغلوا فيه؟ والله الحمد لله يعني هنالك زي ما قلت في مشاريع ثابته بالموسم. يعني احنا لو مسكنا الاضاحي عندنا المشروع بتاع جروض الاضاحي اللي هو بيتم تبنيه من مجموعه الشباب، الناس كلها بتجمع الجلود في النهايه يتم بيعها واستدراجها لخزينه مجموعه الشباب. في رمضان برضه هنالك نشاطات تتعلق بتوفير الكيس للاسر الفقيره الحمد لله رب العالمين، يعني هنالك مشاريع بتجي وفقا للموسم. طيب نشوف معك جانب اخر هو جانب التنسيق، معروف انه الجهد الشعبي هو جهد كبير وجبار ممكن يفوق كثير جدا من الجهود اذا جاز التعبير جهود الحكوميه، لانه معين الدوله قد لا تسعى لتنفيذ مشاريع مختلفه، لكن عايزين نشوف شكل التنسيق اللي بيتم بينكم ما بين الجهات المسؤوله معاكم في محيطكم. والله نحن في الاطار الداخلي، التنسيق دائما بيجي من اطار المجتمع كشريك. يعني ما عندنا هنالك يا دوبك نحن دايرين ننطلق على القوميه، والمجموعه ان شاء الله في الفشرة والدوك حيتم تسجيلها في منظمتها كمنظمه طوعيه غير حكوميه، منها يتم فتح حساب خاص ومنها يكون ماخذه الجزمه الجانب الفورمال. فالجوانب الرسميه دي ان شاء الله بعد ما تحصل بعد ذلك نحن ننطلق عبر المسؤولين بمكاتبات رسميه وانطلاقه مشاريع اكبر في الفشرة او يعني كل القمتباو ده جهد شعبي من قبل الشباب، يعني بمشاركه زي ما قلت المشاركه الشعبيه. يعني المشاركة الشعبية والحمد لله رب العالمين، يعني المجتمع البشاير ككل راضي كل الرضا من خلال النشاطات اللي بتقدمها هذه المجموعة. يعني أنا أقول لكم قصة صريفة، في اليوم الوطني للنظافة طبعا العربية بتمر وفق مكبر الصوت على سنة في أنها تجعل الحماس للمجتمع وتقديم المساهمات، لأن المساهمات بتجي وفقا مع مرور عربة النفايات. فنحن ماشيين بالعربيه واحده من النساء مسكت المايك وقلنا بالتزغري، ده انديكيتر على شنو؟ انديكيتر على اساس انه في النهايه يعني يا بخت البشاير بهؤلاء الفديه. فالمجتمع وفي المجتمع هو النجاح نشاطات مجموعه الشباب النجاح المبادرات وتفاعل المجتمع مهم شديد مع هذه المبادرات. خلينا نرجع شويه نرجع مره ثانيه للمدارس. القطاع التعليم ده في السودان يعني محتاج مراجعات كثيره حتى على مستوى البيئه، يعني في كثير من المدارس بيكون فيها مشكله في الاجلاس، مشكله في البيئه، مشكله في مياه الشرب، انت قبل شويه ذكرت السور، او حتى مستويات التلاميذ برضو مرات بيكون فيها مشاكل يعني مع تكدس المناهج والشنطه المدرسيه الثقيله دي. فالحاجات دي كلها انتم كيف مساهمتكم كافيه؟ انت ذكرت السور لكن اذكر لنا باقي طيب الحاجات. طيب اوكي، بالنسبه للتعليم عندنا برضو مساهماتنا في الانتنسيف ليسونز للطلاب الشهاده السودانيه دروس التقويه والاساس التقويه قريب الامتحانات، المجموعه بتتبنى توفير اساتذه معينين على اساس في النهايه يتم شرح التركيز للطالب. عندنا في مراكز الامتحانات برضو المجموعه بتكون حاضره من خلال توفير عصير للطالب، والعصير ده يقدم دائما مع نص الزمن لانه بعد ذاك تبيري لاكس فور ستودنت على سنه في النهايه الطالب عند نص الزمن بيكون كمل في راسه بعدين بتحس التوتر شويه تدو سكر أيوة شويه كده نشط العقل اي يكون فبعد ذاك عندنا تكريم المتفوقين. يعني في نسبه معينه وفقا للنتيجه بتظهر بنحدد نسبه معينه من النسبه ولكذا نحن دايرين نكرم، بيكون في تنسيق مع اداره المدارس والحمد لله رب العالمين، يعني سنويا بنكرم
الطلاب المتفوقين في الشهاده السودانيه، بل يعني في التكريم مناسبه بنلقى مبادرات يعني ملفتة للنظر، يعني كون الطالب يطالع المسرح وهو متكرم مع الشباب بتلقى الام سايده في الوطن، بتلقى الام بتبكي مع طفيله في مرحله يعني ما اقدر اوصف لك المنظر بيكون كيف في حاله التكريم للطرف. الحمد لله هذه كلها نشاطات تقدر لما يمحت الشباب. وده التقدير ممكن يكون ديدا كل اهلنا في كل مكان، ودائما نقدر ونهتم من اجل التحفيز اكثر. الحمد لله رب العالمين. والله نحن بنطمح بانه يعني اما يمحت الشباب تنطلع عبر القوميه، ونطمح بانه في يكون في اكستشينج فيزيت، زيارات متبادله لمبادرات شبابيه يكون. الحمد لله رب العالمين، يعني نحن لنا فخر في تكوين مبادرة لجنة المقاومة بالحاجوس مربع واحد مربع تسعة شرقا وغربا. هو أساسا كان يعني زميل لنا في الشغل، دائما فني بتاع التصوير بيجي بيعمل المحافل بتاعتنا سواء كان كرنفالات والله نشاطات بيتم توصيلها. فوقعت الفكرة فيه طوال مش عكاسة لناس مجموعات لناس الحاجوس، ودي تعتبر يعني في النهاية ما نصبوا إليه. يعني خلال بانه الشباب ده نقل تجربه، يعني التجارب دي مهم انها تنتقل من مكان لاخر عشان الفائده تكون اكبر. يعني يا اخونا محمد يعقوب جزاه الله خير، بعد ما عكس المجتمع والمجتمع حرك، وده الكلام نحن اللي بندوره بانه يكون في تحريك. بالمناسبه المجتمع السوداني مجتمع شهم جدا متفاعل، ضغط بيحتاج كوميونيتي موبلايزر اللي هي محرك المجتمع. طبعا ما حركت المجتمع واديت المشاريع افضل زي ما بقول الكره الوطن، بعد الناس كلها بتكون معك. استاذ ابو بكر عبد الوهاب رئيس شباب من اجل عداد البشاقره، شكرا جزيلا، ان شاء الله نجي في محاور اوسع والبشاقره اكثر تميزا. عداد البشاقره كثر خيرك. مرحبا بكم وكثر خيركم كثير، ونتمنى بانه يعني تكون نموذج للشباب في الغور اللي حوالينا والانطلاقه للشباب. واسمح لي عبركم ان اهني هذه الطالبه من مدرسه الغوص، والحمد لله زي ما قلت في بدايه البرنامج بان السودان يا دوبك عاد للمحافل الدوليه من خلال الاستاذ هديل انور والمنتخب الوطني، ونتمنى بان السودان عاليه خفاقه. واسمح لي كمان يعني ككلمه اخيره ان يعني عبر مجموعه شباب من جديد البشاقره ان نهني الثوره السودانيه بنجاحها، املين في ان يتم النماء والرخاء لسودان باذن الله. شكرا. شكرا جدا لك. سنتواصل بالتاكيد مع كل مشاهدينا الكرام، لكن عقب هذا الفاصل القصير يعود إليكم صباح الشروق من جديد.